ننتقل الى هذا المثال. ضوء على هذا المثال زين، راح تشوف اكو قوس بالمقام مرفوع للاس سالب. احنا كان عندنا هيجي مثال ضوء عليه، مثلا خلينا نشوف، خلينا نقول هذا شنو فرق هذا عن هذا؟ هذا كل سهل فتحه 3 اكس في 3 اكس 9 اكس تربيع عادي ماكو مشكله. السالب الاس السالب ما تقدر تفتحه هو هيك، ما يصير تقول خو ما تقول لي 9 اس اكس اس سالب 2 ما يصير. شو تسوي؟ شيل القوس كله وين تودي؟ للبسط. يعني اف اكس هاي 7 هاي 3 اكس الكل ايش قد؟ الكل تربيع. هسه هذا القوس لين الاس ماله موجب اقدر افتحه، شو اقول؟ اقول 7 في 9 اكس تربيع. ترى هذا كله مو مشتقة، هذا كله تهيئة لاشتقاق المقدار. هسه 7 في 6 63 اكس تربيع. هسه هذا هو السؤال، هسه هذا جاهز للاشتقاق، ما عنده مشكلة. تقول اف فتحة هذني كلهن اف، هذا هاي دالة أصلية يعني هذني كلهن، بعد اني ما طاح كل شيء ما مسوي، بس دا اعدل شكل الداله على مود اقدر اشتقه. 2 في 63 يعني 126. الاكس ايش قد يصير الاس مالتك؟ يصير الاس مالتك 1، هذا يصير اكس اس 1. اذا هذا السؤال خطواته سهله، لانه القوس سالب ما ينفتح بالمقام، شو تسوي؟ شيله وديه للبسط، من يصير الاس ماله موجب ذاك الوقت انت تقدر تفتح الأقواس وتشتغل هذا الشغل.